أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع وإياكم كالمعتاد أهم ما تقوله الصحف العربية والمواقع اليمنية، ونبدأها من المواقع الإخبارية. تشهد العاصمة صنعاء حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المقرات والمؤسسات الحكومية عقب حركات احتجاجية عمالية لسلطة الميليشيا، حيث عنون موقع يمن مونيتور. حكم الإمامة يعود إلى صنعاء، حملات اعتقالات ونهب ومداهمة بمشاركة حوثيات عسكريات، قال الموقع. تدور في صنعاء حملة مداهمات واختطافات لمنازل معارضين لجماعة الحوثي بمشاركة نساء مجندات يتبعن الجماعة المسلحة، إضافة إلى مؤسسات حكومية وأخرى إغاثية. يتابع الموقع، تنوعت الاختطافات، فبعضها يتم من المنازل وأخرى من الشوارع الرئيسية للناشطين احتفلوا بذكرى ثورة سبتمبر لعام 62 التي أسقطت حكم الإمامة. ويكمل يمن مونيتور، تشن الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة حملة اعتقالات طالت العشرات في صنعاء خلال الخمسة الأيام الماضية، ولم تتوفر إحصائية حولها. ذهب الموقع بوست إلى ذات الموضوع وإلى ما تعرض له أطباء مستشفى 48، عنوان الموقع: مسلح حوثيون يقتحمون مستشفى 48 بصنعاء ويعتدون على الأطباء والعاملين بالرصاص والضرب. حيث اقتحم مسلح حوثيون المستشفى واعتدوا على الأطباء والإداريين، فضلا عن احتجاز طاقم المستشفى، وفق الموقع الذي نقل عن مصدر إعلامي هذا القول. أضاف إن مسلحين حوثيين يقودهم نجل أحد القيادات التابعة للجماعة اقتحموا المستشفى واعتدوا على الأطباء والإداريين وأطلقوا الرصاص داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابة 2 من الأطباء. يضيف الموقع، الحوثيون قاموا باحتجاز طاقم المستشفى ومنع الدخول والخروج من وإلى المستشفى، كما احتجزوا الممرضات ومنعوا خروجهن. وقال موظف المستشفى في بيان، وحصل موقع بوست على نسخة منه: المهاجمون ألقوا القبض على بعض العاملين داخل المستشفى، كما أنهم شرعوا بقتل بعض الموظفين والاعتداء على آخرين. لبيك يا سبتمبر، تحت هذا العنوان كتب رمزي الجديعي مقالا ونشره في العربي الجديد، وقال الكاتب: سنظل نحج في فلكها ونسعى بين أهدافها ونقف على مآثر وسجايا أبطالها، كيف لا، وهي ثورة 26 من سبتمبر التي انتزعتنا من وحل التخلف والجهل وبراثن الظلم والاستبداد الإمامية إلى شواطئ وأنهار العلم والجمهورية. انتقلنا بفضلها من الوصاية الإلهية للأشخاص بحد عينهم إلى حكم الشعب نفسه بنفسه، ومن الانفراد بالسلطة إلى الديمقراطية والتعددية السياسية. اندلعت الثورة فتحرر الشعب من التسبيح بحمد الإمام ليل نهار، ومن قيود الذل والهوان إلى الحرية والعزة والكرامة. كانت وما زالت ثورة سبتمبر هي الثورة الأم والانتفاضة الفاتحة للشعب اليمني، فقد أزالت الغشاء المانع للخروج على الإمام، وفتحت الأبواب الموصدة التي تمنع الشعب من الحداثة والتطور والانفتاح مع العالم. فرق شاسع بين ما قبل سبتمبر من حياة قاسية وتعيسة يسود فيها الأمراض والأوبئة والعاهات والجوع والفقر والتخلف، والحياة المليئة بالخرافات والترهات بين أوساط المجتمع، والانعزال السياسي والانطواء الدبلوماسي والضمور الاقتصادي بالنسبة للدولة عن العالم والمجتمع الخارجي. وبينما بعد الثورة، حيث انتشر الوعي بين أوساط اليمنيين وارتفع مستواهم التعليمي والثقافي وانفتحوا على العالم الخارجي، ما يجري اليوم ونحن في الذكرى 54 من ذكرى الثورة المجيدة من حرب مستعرة، إنما هو امتداد طبيعي للثورة المضادة لثورة سبتمبر، ومحاولة فاشلة لإعادتنا إلى مربع الإمامة البغيضة. ومن يثورون اليوم ضد الجمهورية هم أحفاد الإمامة والملكية الكهنوتية وخدام الفرس والأجندة الخارجية. أقولها وأنا أثق تماما أننا لن نعود إلى تمجيد الأشخاص، ولن نقبل بتاتا العودة إلى التقسيمات الاجتماعية والطائفية والمناطقية، حتى وإن اشتد رحى الحرب واضطررنا لتقديم الغالي والنفيس للصد والذود عن حمى الوطن
والثورة والجمهورية. الحفل الجماهيري الذي أحيته الفنانة أمل كعدل في عدن بمناسبة 26 من سبتمبر أعادها إلى الواجهة، حيث خصصت كثير من المواقع الإخبارية عناوين عدة للحديث عنها. وقالت الفنانة، قالت لعدن الغد: لبيت دعوة الاحتفال وغنيت لذكرى الثورة من جانب وطني. أضافت الفنانة: إنها أتت للمشاركة بعد عودتها من رحلة علاجية في القاهرة. ونفت أمل كعدل الأنباء التي وردت حول تقاضيها مبالغ مالية كبيرة لإحياء الاحتفال، وقالت: ليس مطلبها هذا، وإنما هو مقرر أن تحصل عليه مجرد مكافأة بسيطة. كما نفت ما تم تداوله في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات أو مشادات بينها وبين منظمي الاحتفال. محافظة لحج تحاول الخروج من آثار الحرب ومن تبعاتها، ووفقا لعدن تايم فإن المكتب التنفيذي يلتئم لأول مرة بعد الحرب. وناقش في أول اجتماع أوضاع المحافظة وما لحق بها من دمار في جميع المرافق الحكومية والجهود التي بذلت لإخراج لحج من حالة الجمود ولتطبيع الحياة فيها وتفعيل عمل الإدارات والمكاتب التنفيذية ووضع الحلول لبعض المشكلات. وعن الظروف التي يتم العمل فيها في المحافظة قال محافظ لحج ناصر الخبجي: رغم انعدام الميزانيات التشغيلية والظروف الصعبة والمرحلة الاستثنائية والتي يفترض أن تتوفر فيها ميزانيات تشغيلية مضاعفة للتغلب على المشاكل والعوائق، إلا أننا عملنا بلا إمكانيات ووسط ظروف معقدة وحققنا نجاحات باتت بسببها لحج تعيش حالة استقرار كبيرة. الموت والمنفع. تحت هذا العنوان كتب فيصل علي مقالا حول معاناة اليمنيين في منفاهم، وهي تحكي قصة لابن يتلقى نبأ وفاة والده في اليمن وهو عاجز عن العودة لإلقاء النظرة الأخيرة على وجه أبيه. أيها الحزن القادم من صنعاء، توقف ترفق، فالقلوب هنا لا ينقصها الحزن، فأخبار الدمار والشهداء لا تنقطع، لكن خبر وفاة الأب لأولاده في المنفى وقعه أشد. هل صحيح أنهم لن يروا أباهم ثانية؟ ألن ينتظرهم عند العودة؟ ألن يحضر فرحة التخرج وأفراحا أخرى مرتقبة؟ لا شيء سوى الحمد، لا شيء سوى الشكر لله. على كل حال، العودة السريعة من هنا شبه مستحيلة في الظروف العادية، فكيف بظرف الحرب؟ يا زعيم الميليشيا، هل علمت ماذا صنع الانقلاب؟ هل فهمت أن قطع الأرحام والتواصل والتشرد تضافل رصيدك؟ أعلم أنك لست بشرا، وإلا كنت أدركت ماذا أحدثت من مصائب بعدك لبلد لا تنقصها مصائب أصلا. أتيت بما لم يستطعه حتى صاحبنا عاقر الناقة، لقد عقرت جمهورية بسبب نزوة إيران التي تضحي بالعرب. طيران اليمنية صار كمن يطلب المستحيل، والرحلات ممتلئة إلى ما بعد أشهر. البعد ليس قطعة من نار أو من عذاب، بل النار والعذاب معا. والدول المجاورة لم تفكر لحظة بتسهيل مرور اليمنيين عبر أراضيها. قررت الحرب ولم تقرر بعد أن هناك احتياجات شعب تبدأ من الخبز وتنتهي بالحاجة إلى السفر. إلى موقع مصدر أونلاين، عنوان في صفحته الرئيسية نقلا عن وكالة الأناضول بأن ولد الشيخ سيعرض على وفد الإنقلابيين تصورا لحل الأزمة في اليمن يشمل هدنة لمدة 3 أيام. نقلت وكالة الأناضول عن مصادر وصفتها بالسياسية: مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ سيصل الخميس إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء وفد الحوثيين وصالح. أضافت المصادر: ولد الشيخ سيعرض على الوفد تصورا لحل النزاع اليمني يشمل الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة. وخلافا للجولات الماضية، فإن الجولة المرتقبة لن تتجاوز 10 أيام، حيث لن تشهد مفاوضات بين طرفي الصراع، بل سوف تشهد توقيع اتفاق سلام تم الإعداد له بكثافة منذ رفع مشاورات الكويت.
تشترط الأمم المتحدة أن يسبق ذلك إعلان رسمي من الجانبين بالتزامهم بالهدنة لمدة 72 ساعة مع أنباء عن موافقة مبدئية من الحكومة اليمنية. مركز صنعاء مول عمليات استيراد وهمية تخدم الإنقلابيين، هذا ما قاله مسؤول يمني لموقع تغيير نت، والذي أورد أيضا أن البنك المركزي الخاضع لسلطة الإنقلابيين في صنعاء كان يمول عمليات استيراد وهمية لسلع أساسية عبر تجار موالين لهم بهدف الاستفادة من فوارق العملة الصعبة وتحويلها إلى ما يسمى المجهود الحربي. وأوضح شكيب حبيشي، هو عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، أوضح أن البنك المركزي كان يمول عمليات استيراد لسلع أساسية لتجار ضمن منظومة الإنقلابيين يستفيدون من فوارق العملة التي تخصص لهم، مبينا أن هذه العمليات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنفوذهم فيما تم تجاهل المناطق الأخرى. وكشف حبيشي عن أن ما لا يقل عن 50% مما تم سحبه من البنك المركزي من الكتلة النقدية لا تزال موجودة في مخابئ الإنقلابيين، على اعتبار أنهم كانوا يدركون أن البنك المركزي لن يستمر تحت سلطة أيديهم. جولتنا المصورة اليوم داخل منزل أحد القيادات العسكرية لتنظيم داعش، حيث عثرت قوات الأمن في عدن على أسلحة ومتفجرات وأجهزة تفجير عن بعد داخل ذلك المنزل. نتابع الصور سويا والتي وردت في موقع عدن تايم. لنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، من ثم نعود إلى الصحافة العربية وعن الشأن اليمني، فابقوا معنا. مرحبا مجددا إلى الصحافة العربية، تحديدا صحيفة العربي الجديد، عنوانات: جهود لهدنة في بداية أكتوبر وبوادر، انتفاضة موظفين ضد الحوثيين. تقول الصحيفة في التفاصيل: تواصل الأمم المتحدة اتصالاتها مع الأطراف اليمنية في إطار جهود حثيثة لإعلان هدنة تبدأ ب 72 ساعة قابلة للتمديد، في وقت تواجه فيه السلطات التابعة لجماعة الحوثيين أزمة اقتصادية غير مسبوقة تنذر بتصاعد الاحتجاجات بسبب تأخير دفع الرواتب. أفادت مصادر سياسية يمنية مقربة من الحكومة وأخرى من الإنقلابيين للعربي الجديد بأن المبعوث الأممي إلى اليمن يتواصل مباشرة وعبر فريقه المتواجد في عواصم في المنطقة مع الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحلفائهم في إطار ترتيبات لإعلان استئناف اتفاق وقف إطلاق النار. في صنعاء أكدت مصادر في أمانة العاصمة للعرب الجديد أن الإنقلابيين يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهدد بانتفاضة الموظفين الذين لم يتسلم بعضهم حتى اليوم راتب شهر أغسطس الماضي، في حين تتحدث أنباء عن أن الحوثيين وحلفائهم قد يعجزون عن دفع مستحقات الشهر الجاري لقطاعات حكومية مختلفة. وشهدت صنعاء في اليومين الماضيين احتجاجات لمئات من أفراد الأمن وكذلك لموظفين في وزارة الاتصالات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها الداخلية: قالت مساعي حكومية لتفعيل القطاع السمكي في اليمن. تقول الصحيفة:
تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة دور القطاع السمكي للإسهام في الارتقاء بالموارد الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير جراء توقف إنتاج وتصدير النفط الخام منذ اندلاع الحرب في البلاد. ودشن وزير الثروة السمكية فهد كفاين استئناف العمل في مركز الدوكيار للإنزال والتداول السمكي في عدن وميناء الاصطياد السمكي عقب توقف دام لعام ونصف جراء الحرب التي شنتها الميليشيات المتمردة على المدينة. تتابع الاتحاد. يعد مركز الدوكيار من أهم المراكز على مستوى اليمن للإنزال والتداول السمكي، حيث يتم تداول أكثر من 50 طنا يوميا من الأسماك المتنوعة التي يتم من خلالها توفير الاحتياجات المحلية. أكد الوزير أن هناك خطة لتفعيل كافة المواقع الخاصة بالقطاع السمكي والاصطياد ولإعادة إعمارها بما يسهم في تطبيع الأوضاع كليا، لافتا إلى أن المركز في منطقة المعلى سيشهد تطويرا وتحديثا خلال الفترة القادمة. هل أخفق مشروع التنوير العربي؟ سؤال يحاول الكاتب كمال عبد اللطيف الإجابة عليه في مقال منشور في صحيفة العربي الجديد. وقال الكاتب المتسائل في أجزاء منه: يحق لنا أن نتساءل ونحن نعاين التراجعات الحاصلة في المجالين الثقافي والسياسي في مجتمعنا وثقافتنا، هل أخفق مشروع التنوير العربي بعد عقود من الجهود الهادفة إلى توطين قيمه في مجتمعاتنا؟ ما نلاحظه اليوم من انتكاسات جارفة لقيم كثيرة اجتهد التنويريون العرب في عمليات تبيئتها وترسيخها في الثقافة والمدرسة داخل مجتمعاتنا، يعد في نظر بعضهم خير دليل على إخفاق مسار التنوير في الثقافة العربية. يبرز الذين يدافعون عن الإخفاق المذكور ما يلاحظونه اليوم من ظواهر في واقعنا، حيث تنتعش تيارات سياسية وثقافية تميل إلى تمجيد التقليد والمحافظة، وترفع شعارات العودة إلى نماذج في الدولة والمجتمع والمعرفة والقيم لا تناسب التحولات التي انخرطت مجتمعاتنا في استيعاب جوانب مهمة منها منذ قرنين. كما يغفل الذين يرددون مثل هذه الأحكام أن معركة التنوير في الثقافة العربية متواصلة، وما يتم تعميمه اليوم من مواقف عن مآلاتها يمكن أن يفهم آلية من آليات المعركة المتواصلة. يمكن أن نسجل أيضا أن موقف الذين يتحدثون عن إخفاق التنوير يتضمن تصورا خطيا متصاعدا عن التاريخ ومساراته، الأمر الذي تظهر معطيات التاريخ عدم صحته وتؤكد التحولات التي ما فتئ يعرفها التاريخ صعوبة الركون إلى قواعد مغلقة في موضوعه. ومن المؤكد أن صلابة التقليد في مجتمعنا وثقافتنا وعدم قدرتنا على تخطي قيوده وتجاوزها ساهمت وتساهم في استمرار حضوره واتساعه في مجتمعنا. صحيفة الخليج الإماراتية قالت في عنوان أوردته في إحدى صفحاتها: أطباء بلا حدود تحث مجلس الأمن على تحصين المشافي. قالت التفاصيل: منظمة أطباء بلا حدود حثت أعضاء مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات جريئة وعملية لضمان أن يكون عام 2016 آخر عام يعتدى فيه على المستشفيات في اليمن. وأكدت المنظمة في تقريرين لها حول نتائج تحقيقات داخلية أجرتها حول هجومين على مستشفى عبس في محافظة حجة وعيادة المنظمة في مدينة تعز. منذ تمرير القرار رقم 2286 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مايو الماضي، لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة وواضحة لتجسيد النية الضمنية لهذا القرار. قالت المنظمة: على الرغم من ظهور اختلافات كبيرة في الظروف المحيطة بالهجومين، إلا أنه في كلتا الحالتين طال الهجومان مرافق طبية عاملة بكامل طاقتها، ولم يتم احترام الحصانة التي يجب أن تحظى بها البعثة الطبية. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مراقبين اتفقوا على انحراف انقلابي اليمن حتى على قواعد الحرب، حيث اعتبروا تجنيد الأطفال والنساء لتحقيق مصالح شخصية بالإضافة إلى استغلالهم دروعا بشرية في النزاعات المسلحة انحرافا جنائيا وانتهاكا لقواعد الحرب. يقول المراقبون:
إن الطريقة التي ينتهجها مسلح الحوثي وصالح في التجنيد تتطابق الطريقة الإيرانية في الحشد والتجييش ووضع النساء والأطفال واجهة ودرعا يقي طموحاتهم ويحمي انقلابهم، مستدلين بما يسمى حزب الله اللبناني الذي يسير على الطريقة ذاتها. تقول رئيسة مؤسسة حياة للتنمية وحقوق الإنسان فريدة أحمد، تقول للشرق الأوسط: تجنيد الأطفال القُصّر يعد قضية إنسانية يجب الوقوف عليها بجدية من أجل إيجاد حلول لاستئصالها، لكونها خطراً على جيل كامل في المستقبل إذا تم إهمالها وعدم مناهضتها، لأنها ستنشئ جيلاً مشوهاً فكرياً ونفسياً بالعنف. مضيفة أن أكثر مرحلة عمرية لاستغلال الأطفال تتراوح ما بين 11 عاماً و 17 عاماً، وهذه بداية فترة المراهقة. وقبل الختام مشاهدينا، نترككم مع هذا الخبر من صحيفة القدس العربي، عنونت عن سرقة نظارة من سيارة وترك مليون دولار، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية والتي نقلت عنها القدس العربي أن لصاً أمريكياً سرق نظارات شمسية من داخل سيارة أصحابها المتوقفة على جانب الطريق وترك بطاقة يا نصيب كانت أسفل النظارة، تبين أنها ربحت بها مبلغ مليون دولار. لفتت الصحيفة إلى أن اللص المجهول كان قد اقتحم سيارة في سياتل ولم يجد شيئا سوى نظارة شمسية داخلها ليسرقها، ولم يدرك أن بطاقة اليانصيب التي كانت أسفل النظارة كان من الممكن أن تمنحه مبلغا لم يكن يحلم بالعثور عليه داخل السيارة. أشارت الصحيفة: البطاقة بقيت مرمية داخل السيارة منذ 3 أشهر تقريبا، وبعدما علم الزوجان أنهما لم يتمكنا من الحصول على الجائزة الكبرى تركاها في السيارة، وقبل التخلص من البطاقة قرر الزوجان التحقق منها لتكون المفاجأة بأنها ربحت جائزة قيمتها مليون دولار، فيما لاذ اللص بالفرار حاملا نظارة شمسية لا تزيد قيمتها عن 100 دولار. يا له من نحس. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، وهي السياسة المرسومة الكاريكاتير. مشاهدة ممتعة، وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه.